فصل جديد في النزاع الحدودي الطويل بين الخرطوم وأديس أبابا إثر سقوط قتلى بهجوم أثيوبي على القوات السودانية في الفشقة. الخرطوم أعلنت على الفور أن هدف اعتداء الجيش والميليشيات الأثيوبية إفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضي السودان، قبل أن تؤكد قصف القوات الأثيوبية وتكبيدها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، بينما اكتفت أديس أبابا بنفي تورطها بأي هجوم. إلا أن بياناً من الاتحاد الأوروبي لتهدئة الأوضاع جاء ليؤكد بدء أثيوبيا محاولات جديدة لإشعال فتيل حرب انطلاقاً من منطقة الفشقة الزراعية الخصبة المتنازع عليها مع السودان. فهل تسبب الفشقة حرباً مع أثيوبيا؟ كان من المعتقد أنها ستندلع بسبب سد النهضة.